فما هذه الرحمة التي يترحمون بها إلا شيء يسير من رحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة مئة جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم خلقه حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. من يستغفرني فأغفر له. وتتجلى رحمته جل جلاله بفتح بابه للمسرفين وبسط يده للنائمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمته سبحانه أن جعل حملة العرش